وآتوا حقه يوم حصاده. مين اللي بيحصد؟ اللي بيزرع، صح كده؟ جميل. احنا زرعنا قصب سكر او زرعنا بنجر وبعدين حصدنا، لما نيجي نحصد نخرج العشر او نصف العشر. مين اللي يخرج؟ اللي يزرع. اللي بيزرع، ما اللي يزرع ده انا متأجرة، يعني انا اللي بزرع، انا مش ارضي ولا كويس. محصولي. كويس. لا لا، محصولك انت استأجرتي الارض. اه. وبعدين لما استأجرتي الارض زرعتيها. اه. فحصدتي منها. مين اللي حصد من الارض؟ الزرع ده ملك مين؟ ملناش علاقة. الزرع ده ملك فلان الفلاني. الذي يمتلك هذا الزرع هو الذي يخرج الزكاة. يعني اللي زرع صاحب المحصول هو اللي هو اللي هيخرج الزكاة. اه. طب بتقدر بقد ايه يا دكتور؟ العشر او نصف العشر بحسب اذا كان بيروي بالآلة او بغير آلة. هو في الغالب دلوقتي اغلب الاراضي بتتزرع بالآلة وعليه نصف العشر.